إذا من لحظة مثل هي مجموعة من الشبكات المحلية المتباعدة جغرافيا، مين بيربط لي إياهم؟ الشبكة الواسعة، تمام. هلا بيرتبط بعضها البعض بالآخر بواسطة خطوط الاتصال من خلال شركات الاتصال الكبرى السلكية واللاسلكية، تمام. يعني ممكن أنا أكون ببيتي وبنفس المكان، يعني ببناية جنبية شوي أبعد في عندي كمان شبكة محلية، أنا بربط يعني الشبكة الموجودة عندي ببنايتي أو البناية الأخرى عن طريق الشبكة الواسعة. كيف؟ يا إني بمد خطوط اتصال سلكي بين بعض، إنه بمد سلك بيناتنا بربطنا إذا كانت مسافة قريبة، تمام، أو إذا كنا بنفس المحل، عرفتوا، أو لا سلكي إنه واي فاي أستخدم أشياء وايرلس، تمام. بتم عن طريق إيش؟ خطوط اتصال من خلال شركات الاتصالات الكبرى، سواء أنا بتكون سلكية أو بتكون لا سلكية عملية الربط، تمام. هلأ إيش بستخدم؟ بستخدم خطوط الهاتف أو بستخدم الأقمار الصناعية لعملية الربط، تمام. هلأ أكبر مثال على الشبكات الواسعة هي بطاقة الصراف الآلي الـ ATM، تمام، اللي بتمكن المستخدم من الوصول إلى رصيده في البنك في أماكن متباعدة في العالم، تمام. وأيضا كمان مثال على شبكة واسعة هي شبكة الإنترنت، تمام. إذا أنا عندي مثالين على الشبكة الواسعة، هي شبكة الإنترنت وشبكة الصراف الآلي اللي هي الـ ATM، تمام. نيجي نحكي يا أنس على النوع الثاني اللي هو حسب العلاقة بين الأجهزة. حكينا في عندي نوعين، شبكة الخادم والمستفيد، وفي عندي الشبكة التناظرية. هلأ شبكة الخادم والمستفيد، بس قبل يا مسأ ما أحكي عن النوع الثاني، في عندي نشاط صفحة 18، نشاط 3-4 مقارنة بين الشبكات المحلية والواسعة. يا مسأ هذا واجب، بديك تقارن بين اللان والوان من ناحية المساحة الجغرافية، عدد الأجهزة، الصيانة، والسرعة، والتكلفة، تمام. مسأ هذا واجب، بديك تحلي لي إياه وتبعت لي إياه. هلا نيجي نحكي يا مسأ حسب نوع التصنيف الثاني. حكينا الأولاني حسب المساحة الجغرافية، حسب العلاقة بين الأجهزة حكينا لنا نوعين، شبكة الخادم المستفيد والشبكة التناظرية. هلا شبكة الخادم المستفيد احنا بنحكي لها سيرفر كلاينت نتورك، تمام. سيرفر إذا من لحظة يا مس هيو، وفي عندي كلاينت نتورك، تمام. هلا شو تعريف شبكة الخادم أو المستفيد؟ هي بتتكون من مجموعة من أجهزة الحاسوب يطلق على أحدها خادم الشبكة وهو السيرفر، أما بقية الأجهزة فهي محطات عمل أو المستفيدون. إذن بتتكون من مجموعة من أجهزة الحاسوب يطلق على أحدها هو السيرفر الخادم، وبقية الأجهزة هي الكلاينتس، تمام، محطات عمل أو إنهم مستفيدون أو الزبائن إحنا بنحكي لهم، تمام، المستفيد أو الزبائن، أوكي. إذن هي بتتكون من مجموعة من أجهزة الحاسوب في على أحدها بيطلق هو السيرفر الخادم، وبقية الأجهزة المتصلة في الخادم عبارة عن محطات عمل أو المستفيدون، تمام. هلأ شو وظيفة الخادم؟ شو بيعمل الخادم؟ واحد، يقوم بإدارة عمل الشبكة وتنظيمها. 2، تخزين البرامج والمعلومات المشتركة. 3، تسجيل مستخدمي الشبكة والسماح لهم بالدخول. إذا إله 3 وظائف الخادم، تمام. أنا كتبت لك هون تنتين، ما كتبت الثلاثة، تمام. الثالثة موجودة بالكتاب صفحة 19. إذن يقوم جهاز الخادم بإدارة عمل الشبكة وتنظيمها، 1، 2، تخزين البرامج والمعلومات المشتركة، 3، تسجيل مستخدمي الشبكة والسماح لهم بالدخول. في أنا عندي إشي كتير مهم، إذا تعطل عندي السيرفر، شايفين هذا يمس الخادم الجهاز الرئيسي، إذا تعطل أنا عندي الخادم بيأثر على عمل الشبكة كامل، تمام. إذا تعطل عندي السيرفر بيأثر على عمل الشبكة كامل، تمام. هلأ شو أهم مميزات شبكة الخادم المستفيد؟ 1، القدرة على النمو بزيادة حجم الشبكة في المستقبل. يعني أنا قد ما أزيد عدد المستفيدين أو المحطات الموجودة الطرفية عندي ما عندي أي إشكال، بتقبل هذا الإشي، هي 1. 2، خدمة أعداد كبيرة من المستفيدين أو المحطات، أنا كل ما كبر عندي أكيد رح يزيد عدد المستفيدين. 3، سهولة عمل النسخ الاحتياطي للبيانات، أنا بقدر بكل سهولة أعمل باك اب، تمام، للبيانات اللي موجودين عندي. 4، عندي حماية مركزية المعلومات. كيف يعني يا مس حماية مركزية المعلومات؟ سبب وجود الخادم الذي يقوم بإدارة عمل الشبكة